جاي يصيد، كيصيد شاف البحر قال لك هاي جواعر، بغى يهز مسكين السله ديالو، بغى يطلع زلق. شي اللي قالنا الناس اللي حاضرين لي ليل 8 يمكن، الله اعلم. ما ودي انا في كازا جيت عيطوا عليا مع ديك العشاء، والله باقي الان كيقلبوا. باش كيقلبوا عليه؟ ما كاينش اللي كيقلب عليه، ما كيخاصو غطاس. الراجل طيحنا، كاين الجروف في هذا البحر غيلوحوا. البحر ما ماطيش باش غيتلاحت السيد هنا، راه حرام عليهم. ولادو عاد من تخفانين، وليداتو مراتو، وحنا هنايا وخوتو جاو من كل قبيله، راهم كيقلبوا بحدهم الجر. شوف راهم فينا كيقلبوا، ما كاينش العنايه وما كاينش والو. قال لك غيجيبوا الغطاس مع التعوتين والغطاس، ما كاين لا غطاس لا والو. سيدي الكلمه الوحيده اللي بغيت نقول لك هي اول حاجه، انا مني وصلت هنا شنو شفت؟ شفت زودياكات كيقلبوا على السيد فوق الماء. هادشي ماشي معقول. وحده اصلا ماشي تا بزاف، واصلا شنو خاصو يكون؟ خاصو يكون غطاس اللي قلبوا على السيد تحت الصخره، لان السيد زلق من صخره ماشي غرق وسط البحر كان كيعوم. زلق من صخره يعني ممكن انه يكون ضرب في راسو، غيب، شداته شي صخره لتحت. اش غنقول لك؟ ولينا حنا عائلته كنتظروا منه انه يبان لنا في شي حاجه. ما كاينش مسؤولين، كاين كيبان لك هنا تقابي محلولين، دراري صغار يجيو يدخلوا. ما عرفتش اش غنقول لك. ما كاينش المراقبه، ما كاين حتى شي حاجه. اش نقول لك؟ راه خلى وليدات السن ما تقولش السن، المهم انه خلى وليدات في العز ديال الشباب ديالهم، باقيين محتاجين الاب ديالهم، باقيين محتاجين الحنان ديالو. اش غنقول لك؟ راهم في حاله لا يرثى لها، لا هم لا الام ديالهم. اش غنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي سيدي، حنا بغينا الشرطه يدخلوا ويشوفوا هذا السيد ويجبدوه ونعرفوه، نشوفوا الجثه ديالو وندوه ندفنوه. حبابو شي جاي من اكادير، شي جاي من اسفي، شي جاي من تطوان، شي جاي من هكا. خوتو مساكن كل جاي من بلاصه، وليداتو مصدومين، مرتو مصدومه، حتى شي حاجه ما شفناها. العائله ما كاين لا غطاسه، ما كاين لا ناس مسؤولين لا هكا. هاد البلاصه بعدا راه خاص يديروا لها حراسه مشدده، بعدا ممنوع الناس يعوموا فيها، يخاطروا بنفوسهم على هاد البلاصه يعوم فيها الانسان ولا يهبط يصيد فيها. ما راه حرام هاد الشيء، خاص الدولة دير حل هاد الشيء، وخاص ما يخلوش الناس تضيع العمر ديالهم ويضيعوا وليداتهم. السيد مسكين خلى 4 وليدات، وخلى مسكين مراته، الله اللي عالم بها. هو كي الهواية ديالو كيجي يصيد بالقصاب، هو كرجل أمن، هو شي 24 عام هو المحمدية، وخرج من ديك المغادرة الطوعية، وخلاو لي شي حاجة غير قليلة، وما كافيش لي وليدات ديالو لا في القراية ديالهم لا في المصروف ديالهم. يعني داك السيد راه كيجي يدفع راسو للبحر نيت باش كيصيد، باش سميتو تغرق في البحر دوك الوليدات، راهم غادي يبقاو محنين. داك الشيء اللي مخليين ليه قليل، ما كيدير والو بالنسبه للدراسه وبالنسبه للامراض وبالنسبه للاكل والشرب. يعني الانسان راه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.